يا مساء الخير والسعادة على كل متابعينا في كل مكان، يا رب جميعاً أوقاتكم تكون بالخير والبركة مليانة. بيجيلي أسئلة كتير على مدار الفترات اللي فاتت دي، دايماً الأسئلة اللي بتوصل لنا بتبقى ليها علاقة بالوعي، ليها علاقة باكتساب العادات، ليها علاقة بأن احنا نفهم عن نفسنا أكتر بحكم الناس اللي بتكتب تحت أي لايف بنعمله، أو تحت أفكار إزاي نطور من نفسنا ونفهم عن نفسنا أكتر. الأسبوع ده جالي سؤال، إزاي فعلاً نكتسب مهارات جديدة وعادات جديدة في حياتنا، وخصوصاً إن ناس كتير بتعاني إنها مش عارفة تكتسب العادات الإيجابية، أو إنها تطبق العادة، أو إنها تدخل العادة في حياتها، أو إنها بتاخد أسبوع اتنين تعمل العادة وترجع ريما لعادتها القديمة كأنها ولا اشتغلت ولا طورت من نفسها ولا بدأت العادة. طب ده يا ترى بيجي من إيه؟ وده يا ترى ايه سبب؟ هو ده اللي احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عنه، عن اهمية اكتساب العادات وليه احنا عايزين نكتسب عادات اصلا، وحديكوا 15 نقطة لافضل خريطة لاكتساب العادات، بجد خريطة فرقت معايا على صعيد شخصي وعلى صعيد الدوائر اللي حواليا. لما بنتكلم في النقط دي وبنعمل المايلستون دي او الخطوات على الخريطة، بجد بتفرق في حياتنا وفي وعينا جدا. اكتساب عادة جديدة وتنميتها بشكل أساسي، وإن أنا أحدد الهدف المحفز لاكتساب العادة، من أهم الحاجات اللي بتساعدني إن أنا أفهم نفسي أكتر وأعرف أنا عايز أكتسب العادة دي ليه. دوافع كتير جوانا بتقولنا أنا عايز أكتسب عادة، عايز أتعلم عنها أكتر، بس أنا مش فاهم نفسي برضو ومش فاهم خريطتي أمشي إزاي علشان العادة دي تدخل عقلي بسهولة وببساطة. وده اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا عايزين ندخل الأفكار دي بمنتهى البساطة فأي حد يقدر يطبقها على نفسه ويقدر يكتسب عادة جديدة أو مهارة محتاج يطور نفسه فيها. اكتساب العادات بيساعدنا كتير على احتفاظ بالمهارات وبالعادة الأطول وقت ممكن، اللي هو أعمل إيه؟ إيه الخريطة؟ الخبير جوش كوفمان بيقول ان انت ممكن في 20 ساعة بس تكتسب عادة جديدة. الكلام ده كبير قوي على فكرة، بس اللي هو ازاي؟ قول لي الخريطة برضو، اعمل الصح يا حزلقوم، اللي هو اعمل ايه؟ اعمل ايه 20 ساعة اكتساب عادات في شهر واحد، لو انا قدرت اقسم 45 دقيقة كل يوم اشتغل على مهارة او عادة جديدة، فهو بعد العشرين ساعة ملخص ال 45 دقيقة في 30 يوم هقدر فعلا العادة تدخل لحياتي. طب في ناس الوقت ده بالنسبة لها وقت ضيق، صعب اشتغل على حاجة 45 دقيقة في اليوم الواحد لمدة 30 يوم لشهر كامل. في ناس بتقول ان اكتساب العادة محتاج من 21 يوم لل 30 يوم ان انا اشتغل على نفس العادة كل يوم. في ناس تانية بتقول العادة بتبقى بسهولة وببساطة في حياتنا بعد 90 يوم. في ناس تانية بتقول ان العادة بتدخل تبقى في حياتي موجودة وبسيطة وسهلة بعد سنة من الشغل عليها وتطبيق العادة دي في حياتي، مش مجرد ان انا اتعلم، المهم اني زي ما بتعلم ان انا اطبق المهارة او العادة دي في حياتي واعرف فعلا ادخلها في الدنيا بتاعتي ويبقى ليها مكانتها الموجودة في يومي في الدنيا بتاعتي. الفوائد المهمة ان انا اتعلم مهارات جديدة، في سبع فوائد بنتكلم عنهم دايما هما بيكونوا التوب. بيقول ايه؟ بيقولك انت بتحفز وبتحسن من قابليتك التعليمية، ان انت تقدر تتعلم عن نفسك ازاي تدخل مهارة او عادة. ده من الفوائد او اهمية ان انا اتعلم ازاي ادخل عادة جديدة. بيقولك ان ده بيجدد خلايا المايلين الدماغية، لما بشتغل على عادة جديدة او بشتغل على مهارة جديدة فده بيحفز خلايا الدماغ عند كل انسان، ده بيفرق وبيخليك تركز اكتر، واللي بنركز عليه بيزيد وينمو، واللي بنتجنبه بيضمر ويضمحل. فمهم قوي ان انا افهم نفسي بشكل واعي. تالت حاجة ان انا بتغلب على الملل. مفيش حد بيبقى عنده ملل طالما مشغول او بالشغل، وان انا انجز في حاجة جديدة تعلم وشغل. طول ما انت مشغول، طول ما انت بعيد عن الملل بعيدا عن الارتئاب، عندك حاجات بتحفزك ان انت تفهم عن نفسك اكتر. رابع حاجة ان انا بحفز دماغي انها تركز على المهارات وتعرف
عادات كتير قوي هي بتطبقها ازاي. بمعنى ايه؟ تحفيز المهارات اللي في دماغي القديمة. كمان احنا اكتسبنا مهارات وتعلم وعادات كتير قوي على مدار اعمارنا كلها. اوقات في عادات واكتساب مهارة جديدة لما بشتغل عليها بتحفز القديم وبتأكتبه وتطلعه تاني للنور، وده بيخلينا كده ندخل في مود فريش، ويفرق معانا ان احنا عندنا معلومات قديمة متخزنة بتنور معانا وتساعدنا جدا. خامس حاجة انها بتساعد المرونة الشخصية عند الشخص اللي بيتعلم المهارة او العادة، وبتخليه عقله نشط وعايز يتعلم عن نفسه اكتر ويعرف حدوده ويعرف امكانياته اكتر. سادس حاجة كتير قوي قوي ان اللي بيدخل في تراك انه عايز يتعلم عن مهارة جديدة او عادة جديدة، هو بتحل عنده مشكلة ضعف الذاكرة، لانه بيشتغل على تحفيز دماغه انها تشتغل اكتر، ففعلا بيتغلب على جزء كبير من ضعف الذاكرة اللي موجودة عنده. سابع حاجة، عادة اغلب الناس بتشتغل لما يبقى عندها الشعور بالانجاز. انا انجزت، انا شخص مفيد، انا شخص منجز، انا مؤثر، انا فارق في حياة الناس اللي حواليا وفي حياة نفسي. فوجود ان انا بتعلم مهارة جديدة او بتعلم عادة جديدة بيساعدني على ان انا ابقى مستمتع بالانجاز اللي بحققه، وبيفرق جدا انه بدينا سعادة مفرطة للإنجاز اللي احنا حققناه، وده بيفرق مع ناس كتير قوي في الدوائر اللي حوالينا. قد ايه الشخص طول ما حاسس انه منجز وانه مفيد بيقدر يدي اكتر ويقدر يفيد نفسه اكتر ويفيد مجتمعه ويفيد الدنيا اللي حواليه. توفير الفرص ان احنا ننجح في حياتنا العملية والمهنية والاجتماعية والشخصية مهم قوي، ان احنا نفهم عن نفسنا اكتر بيساعدنا ان احنا نطور ثقتنا في نفسنا ونكون اشخاص مؤثرين في الدنيا اللي حوالينا، بيساعدنا على ان احنا نحل المشكلات وناخد قرارات سليمة لان احنا بنطور من نفسنا، فده بياخدنا لليفل وعي اعلى. من الحاجات اللي فرقت، وهي دي بقى النقط اللي احنا كتير بنخطط ان يكون ننفذ العادة دي، ال 15 نقطة اللي قلت هشاركه النهاردة فيهم. ال 15 نقطة دول بنبدأ ان احنا نتعلم اي مهارة جديدة او اي عادة جديدة ونبطل كسل وننوي ان انا هعمل ده. من اكتر الحاجات اللي بتساعد الشخص انه يفهم عن نفسه اكتر لما يفعل نيته الصادقة انه عايز يتعلم المهارة او يتعلم العادة الايجابية ويدخلها حياته. نيتك بتساعدك ان ربنا بيظهر لك حاجات كتير قوي تفتح ببال وتساعدك، ويوجد لك اشخاص يساعدوك ان انت كمان تقدر تاخد الخطوة ان انت تطور من مهاراتك وتطور من العادات الايجابية في حياتك. اول حاجة مهم جدا جدا لما ننوي ان هطور ايه، احدد هدفي، انا عايز اكتسب ايه وعايز ادخل ايه لحياتي، ايه المهارة او العادة اللي انا محتاج اكتسبها، وابدأ اسأل نفسي انا ليه عايز اتعلم المهارة دي تحديدا. يا ترى انا عايز اترقى في شغلي فالمهارة دي هتفيدني، يا ترى انا عايز فعلا اتنقل من شغل لشغل تاني، طب ولا انا عايز اطور من نفسي علشان في خلال مثلا 6 شهور او سنة تانية اقدر اروح فعلا مكان تاني ويفرق معايا في الدنيا بتاعتي. مهم قوي ان احنا الورقة والقلم يكونوا اكتر معين في حتة تطوير نفسنا وتطوير وكتابة العادات او المهارات اللي عايزين نتعلمها. لما بنبدأ نكتب الاسباب فوق على ورق ونحطها قدامنا طول الوقت، عقلنا بيساعدنا ان احنا نركز اكتر ونعرف انا عايز اعمل ده ليه. اجابة ليه ده هو ده المحرك او المحفز في اول نقطة، اللي هي ان انا احدد هدفي واحط نية واضحة. تاني نقطة، اي حاجة مفتوحة هي امنية، انما الخطة بيبقى ليها بداية وليها نهاية وليها وقت. مهم جدا ان انت تحط وقت على خريطة زمنية، بداية الفكرة هبدأ اتعلم المهارة او العادة دي من الوقت ده للوقت ده، هحدد هتعلمها في يوم، هتعلمها في اسبوع، طب هتعلمها في شهر، طب هتعلمها في 6 شهور. مهم جدا ان انا احط ديدلاين لنفسي وابدا اتاكد انا محتاج وقت قد ايه لتعلم العاده او المهاره دي، واعرف من امتى لامتى هقدر اشتغل عليها، واكتب الهدف ده هدف واضح وصريح وعندي تايم
تايم زون لي اقدر بناء عليه احدد امكانياتي واقسم وقتي على العاده بتاعتي او المهاره اللي انا عايزه اتعلمها. ثالث نقطه مهمه قوي قوي عشان اكتسب مهاره جديده، انها هي مش اسطوره ان انا اكتسب مهاره جديده، ولكن احدد انا عايز ايه بالظبط، ايه المهارة او ايه العادة اللي هتفرق معايا في المرحلة اللي انا فيها النهاردة، يا ترى انا عاوز اتعلمها ليه، يا ترى انا عاوز اوصل بيها لايه. بالظبط زي ناس كتير بيبقى نفسها تتعلم ترسم، مش كل الناس مولودة عندها مهارة الرسم او انها فنانة من الطفولة، ولكن باكتساب عادات وباشتغالها على نفسها انها تبدأ تمرن ايديها على الرسم، فتقدر تحط جدول زمني نفخ في خلال 6 شهور مثلا هتتعلم الرسم، هتوصل للنقطة دي وهتوصل انها تفهم عن نفسها اكتر وتتعلم وتدرس وتوصل للحلم اللي هي بتحلمه او للهدف اللي هي عايزة توصل. رابع نقطة، حلو جدا ان انا اعرف العادة او المهارة دي هوصل لها ازاي، بمعنى اعملوا سيرش السوشيال ميديا والانترنت وجوجل والوسائل اللي حوالينا النهاردة، ده بقى كنز موجود وكل حاجة تقدر تجيب معلومات عنها. دور على المصادر الموثوق فيها، اعمل سيرش، اعرف عن العادة دي خطواتها ايه، فايدتها ايه، هتفيدني على صعيد شخصي ازاي، هتوصلني لفين. مهم قوي ان احنا قبل ما نتعلم اي مهارة جديدة او ناخد كورس في المهارة دي نسأل كويس قوي عن الكورس ده، نشوف الريفيوهات الناس بتقول عن الناس اللي بتديه ايه، هو فعلا هيفيدني في المرحلة دي ولا هو مرحلة متقدمة، ولا انا اصلا انا شخصيا سابق عن المحتوى اللي هاخده في الكورس. عايز اعرف اكتر وافهم الفروق اللي موجودة في الماركت عن الكورسات والافكار اللي بتطورني في الحتة دي تحديدا، ده هيساعدني جدا جدا ان انا افهم نفسي اكتر. في ناس كتير مؤثرين على السوشيال ميديا، انفلونسرز كتير قوي عندهم عادات ومهارات ببقى مبهورة ان انا شايفة هما بيعملوا ايه. المتابعة بس للناس دي وان انت ممكن تبعت لهم وتسألهم انتوا خدتوا الخطوة دي ازاي او انتوا عملتوا ده ازاي، في بعض الناس بتجاوب وبتبعت وبتقولك وبتديك افكار وبتديك ملخص رحلتها وازاي هي وصلت للمكان اللي هي فيها، ده بيختصر عليك وقت كتير قوي وبيساعدك ان انت اوقات تلم بمواضيع انت شايف مدتها الزمنية عشان توصلها كتير قوي في وقت اقل وبيختصر عليك الوقت كتير. فمهم قوي ان انت تعمل سيرش وتعرف عن نفسك اكتر في المهارة او العادة اللي نفسك تكتسبها. خامس حاجة من الحاجات المهمة قوي ان احنا نقسم المهارات بتاعتنا، ايه اللي بالفعل عندي هيفيدني لما اكتسب المهارة دي زيادة، وايه الحاجات اللي هتخدم المهارة دي وانا بكتسبها او وانا بشتغل عليها. يعني دايما دايما كل مهارة سهلة تتكسر وتبقى مهارات اصغر، جوانب مختلفة، محتاج اتعلم مثلا عن صناعة المحتوى، طب انا كمان صناعة المحتوى محتاج معاه ان انا اتعلم اكتر عن منصات السوشيال ميديا، محتاج اتعلم اكتر عن الماركتينج، عن الميديا. فكل حاجة عايز تتعلم عنها اقرأ وطور من مهارتك دي وشوف الخيوط اللي حواليها هتوصلك لفين، هتديك لمبات كده هتنور حواليك، هتفرق معاك ازاي تمسك طرف الخيط وتعرف تاخد الموضوع في وقت زمني سهل وبسيط، ومش مش هتتوه في الدنيا دي لان ده فعلا هيختصر عليك كتير قوي. من اكتر الحاجات في النقطة السادسة دي بتفرق معايا وفرقت معايا، ودي النصيحة اللي دايما بنصحها لناس كتير قوي حواليا، ابدأ دلوقتي ما تستناش لبكرة. الكلام ده يعني ايه؟ نويت، قررت تكتسب مهارة، قررت تشتغل على عادة جديدة، ما تقولش من اول يناير هكون انسان جديد، قول النهاردة انا هكون انسان جديد، من النهاردة انا عندي نية ان انا اتغير وابدأ ادور وابدأ اخد قرار ان انا هعمل مهارة جديدة في حياتي هتطورني وتفرق معايا، عادة جديدة محتاج اكتسبها هتساعدني فيما بعد. كلنا عندنا عادات بنكتسبها، لو بصينا على اللايف ويل بتاعتنا عندنا حاجات للصحة، عندنا حاجات لعلاقاتنا، عندنا حاجات لشغلنا، عندنا حاجات لحياتنا، عندنا حاجات لروحانياتنا، لقلبنا، لكل حاجة فينا.
قيس على كل حاجة المهارة دي هتفرق معاك كام من 10، احسبها من 1 لـ10، هتعرف ان على كل جانب من جوانب الحياة بتاعتك المهارة دي هتفيدك قد ايه. فابدأ النهاردة، ما تستنيش لبكرة، وخد نية ان انت تتغير، لان التغيير هيجي من جواك، عمره ما بيجي من برك. سابع حاجة، مارس كتير وتعلم كتير. الممارسة بتساعدنا ان احنا نفهم نفسنا اكتر وان احنا نطبق. العلم في الدنيا هو الاداة، اما التطبيق فهو الحياة. حياتنا في التطبيق مش حياتنا في العلم. ياما ناس كتير قوي اتعلموا وخدوا شهادات وخدوا كورسات وقروا كتب ما استفدوش منهم حاجة، بمجرد ما قفلوا الكتاب هو قراه كأنه بيقرأ الجورنال. أما في ناس تانية خدت كل كلمة ونزلت بيها على أرض الواقع وطبقتها، فبدأت تشتغل على وعيها وعقلها ونفسها وقدرت تطبق ده، فبان على تصرفاتها وحياتها التطبيق العملي للعلم أو المهارة أو العادة اللي هي اكتسبتها. مهم قوي ان انت تطبق، مش مجرد تبقى زي البغبغان بتنقل وخلاص، لا، طبق ده وكون زي ما بيقولوا الاجانب walk the talk، كون انت المثل الحي للتطبيق ده حواليك للناس اللي حواليك، فيحسوا بالتغيير عليك ويفرق معاهم تغييرك جدا. تامن نقطة، خصص وقت لنفسك. اوعى تحط نفسك في دايرة انا عايز اتطور انا عايز اتطور انا عايز اتطور بس. كل حاجة في حياتك لازم يكون فيها اتزان. نفسك مهم قوي ان انت زي ما عايز تتطور وتشتغل على عادة او تشتغل على المهارة دي يكون ليها وقت محدد في يومك، لان هم 24 ساعة محتاجين يتقسموا على حاجات تانية كتير. مهم قوي ان انت تعرف ايه اللي هيساعدك ويفيدك في حياتك، وفي نفس الوقت ما تزحمش حياتك بس في تطوير المهارة او تطوير العادة. اشتغل على كل أجزائك، وعيك وقلبك وجسمك وصحتك وكل حاجة فيك، وفي نفس الوقت اتطور علشان ما تصابش بالملل. في ناس بتدخل بكل ما عندها من قوة عشان تغير عادة، عشان تشتغل على نفسها، بيجي بعد وقت بتحس انه اتخنق ومل وزهق، وانه بيديها اكتر من حجمها واكتر من حقها. لكل انسان على نفسه حق، استمتع بالحياة، اشتغل على نفسك، وفي نفس الوقت ادي لنفسك مساحة ان يبقى عندك الوقت الخاص بيك تاخد راحة حتى من الحاجات اللي انت عايز تكتسبها وتطورها، وده بيكون بتقسيم الوقت فارق في حياتنا جدا. تاسع نقطة، اختار مكان مناسب للتعلم. كل واحد يبقى عنده الركن الخاص بيه، زي بالضبط اي طالب صغير بيبقى عنده مكان مخصص للمذاكرة. احنا المكان ده بيبقى هو الفاصل ان انا بقعد فيه، بفصل عن كل حاجة حواليا، بركز، بمنع التشتت اللي بره، بحاول اقلل من المشتتات اللي حواليا واركز على نفسي وعلى التعلم اللي انا بتعلمه علشان اقدر اكتسب العادة او المهارة وادخلها في حياتي. عاشر حاجة من الحاجات اللي بقت موجودة حوالينا في مجتمعاتنا الكبيرة النهاردة، في حاجة اسمها منتور. المنتور ده شخص خد خطوات سابقة في مجال مهارات معينة، وفي مجال عادات معينة، وفي مجال الحياة. سواء انت عايز تكتسب العادة دي على صعيد شغل، على صعيد تطوير نفس، على صعيد سوشيال ميديا، على صعيد رسم، على صعيد كوتشنج، على اي ليفل معين، كل مجال النهاردة بقى فيه منتور. المنتور شخص سابقك خد خطوات للاتجاه ده، تقدر تتواصل معاه، تقدر تاخد من خبرته، يقدر يلخص لك ويختصر عليك الطريق فيفيدك وتفرق معاه. في ناس ما بتبقاش عارفة تتواصل معاه ازاي او تروح له ازاي، ففي مجتمعات داعمة كتير قوي حوالينا بقى فيها ناس بتقدر تساعدنا. المؤتمرات والحاجات الخاصة بالمجالات المختلفة بيبقى فيها ناس سابقة ممكن تلاقي جواها منتور. اتطوع في اي جهة تطوعية هتلاقي ناس منتورز بيساعدوك على النمو وعلى ان انت تفهم عن عاداتك والمهارات اللي عايز تكتسبها اكتر. ده بقى موجود وبقى بيساعدنا ان احنا نعرف نختصر على نفسنا المعلومة ببساطة وبسهولة. عاشر رقم 11 في النقط بتاعتنا، اغلط. اغلط وتعلم، اتعلم واغلط. الغلط هيساعدنا ان احنا نتطور.
عمر ما كان فشل في نقطة معينة أو الغلط فيها ما كانش خطوة من خطوات النجاح. دايماً بنقول إن الفشل خطوة من خطوات النجاح، عمره ما بيتسمى في المطلق فشل وبس، لأنك ما بتقفش عن المحاولة، أنت بتتطور وبتشتغل على نفسك وعلى وعيك وعلى دماغك. فطول الوقت الغلطة بتخليك تركز ايه اللي انا عملته غلط، تخليك يبقى اكتر وعيا ان انت تاخد الخطوات بوعي اكتر وتتعلم من اخطائك فتنمو وتتطور اسرع من اي حد تاني ما بيغلطش. فالغلط مهم قوي حتى في النقط بتاعتنا، اغلط وادي لنفسك العنان ان انت تتعلم من اخطائك وتتطور من تجاربك. نمرة 12، في حوالينا النهاردة بقى أماكن كتير داعمة وبتساعدنا زي الكورسات وزي الكوميونيتيز الكتيرة اللي بقت موجودة في المجتمع بتاعنا، بتفيدك وبتختصر عليك الطريق وبيكون فيها ناس سابقاك بتعلمك مهارات، بتعلمك العادات، بتعلمك أفكار كتير قوي تقدر تستفيد منهم وتستفيد من خبراتهم، ويقدروا يفيدوك جدا في كل مراحل الحياة. في كوميونيتيز موجودة ومجتمعات خاصة بالحاجة اللي انت عايز تطور نفسك فيها. دور الاونلاين مليان، الدنيا بتاعت السوشيال ميديا، احنا في عصر السوشيال ميديا، العصر اللي فيه كل حاجة بقت موجودة اقرب 1000 مرة من السنين اللي فاتت. كل حاجة بقيت تقدر تسيرش عليها هتلاقيها في متناول ايدك، المهم تسأل السؤال الصح علشان توصل للإجابات المظبوطة وتفيدك في الخطة بتاعتك وفي تطويرك وفي اكتساب مهاراتك واكتساب العادات اللي انت عايز توصل لها. نقطة 13، مارس مهاراتك على قد ما تقدر، اشتغل عليها وطبقها، اشتغل عليها وطبقها وشوف ده بيفرق ازاي. شوف الناس اللي سبقوك عملوا ده ازاي، راقبهم واتفرج وحلل وطبق على نفسك وشوف انت لو مكانهم كنت عملت نفس الخطوات بنفس الطريقة ولا كنت وقفت في مكانك ولا كنت خدت خطوات تانية. لما بنتعلم بعقلية المراقب بنشوف الناس ونحط نفسنا مكانهم ونحلل كل حاجة، ده بيساعدنا على تطبيق المهارات اللي احنا بنتعلمها وبنشتغل عليها وبنشوفها منفذة على أرض الواقع. ده بيفيدنا وبيختصر علينا كتير قوي في الخطوات اللي احنا بناخدها. نمرة 14، من الحاجات الجميلة اللي انا دايما بقولها للناس، حول اي حاجة بتعملها اللعبة. يعني ايه؟ قسم المهارة او العادة اللي انت عايز تروح لها او تشتغل عليها لزي درجات، كل درجة كأنها مرحلة، زي اللعب بتاعتنا واحنا صغيرين كنا بنلعب نكسب المرحلة نطلع للمرحلة الاعلى، نكسب المرحلة اللي احنا فيها نطلع للمرحلة الاعلى. مرحلة مرحلة مرحلة، كل ما توصل لنهاية مرحلة كافئ نفسك، جيب لنفسك شوكولاتة، جيب لنفسك حاجة، كتاب نفسك فيه، استمتع بالرحلة. كل خطوة في الرحلة وانت مستمتع باكتساب العادات والمهارات وانت بتنمو فيها او بتطور من عاداتك ومن نفسك ومن عقلك، ده هيخليك مستمتع بالرحلة. الهدف استمتعنا بالرحلة واحنا ماشيين، مش بنقطة الوصول بس. من اكتر الناس الملهمة اللي على السوشيال ميديا، والناس كتير قوي قوي بتقول الكلمة دي، استمتعوا بالرحلة. الرحلة والوقت اللي انت هتطور من نفسك فيه او هتشتغل على عادة او هتشتغل على المهارة، ده عمرك. لو استمتعت بعمرك في كل خطوة بتاخدها وتكافئ نفسك ان انت انسان منجز وان انت انسان عندك حافز داخلي عايز تطور من نفسك وعايز تشتغل على نفسك، ده هيفيدك ويخليك فعلا مستمتع بالرحلة، رايح للنتيجة وانت حاسس بالإنجاز. انت شخص ليك فايدة، شخص منجز، شخص ليك أهمية في الوجود وأهمية في المجتمع بتاعك، وربنا اداك الإمكانيات ان انت تتطور وتبقى أحسن نسخة من نفسك. فعيش المتعة في الرحلة واستمتع بيها كجيم، وتفرق معاك جدا وانت رايح للخطوة اللي بعدها. نقطة 15، الحياة الجديدة هي حياة ان احنا اتعلمنا المهارة، ان احنا طبقنا المهارة، ان احنا اشتغلنا على وعينا وعلى دماغنا وعرفنا نطبق المهارة دي زي ما احنا قلنا، في يوم، في اسبوع، في شهر، في سنة، على حسب ما انت دخلت المهارة. المهارة الجديدة يعني حياة جديدة، تعامل مع ناس جديدة، مع افكار جديدة، وعيك بيعلى خطوة، بتخلق لنفسك عالم جديد بالتطوير اللي انت بتطوره لنفسك. فانت الوحيد المسؤول عن تطوير نفسك، محدش هيجيلك من بره يقولك اتطور اتغير. قرار ان انت تاخد
مهارة جديدة وتدخلها لعقلك، عادة جديدة وتدخلها على وعي، تشتغل عليها بنية صادقة وان انت بتتطور، ده قرارك انت. انت الوحيد المسؤول عن القرار ده، وانت الوحيد اللي بايدك انجاز القرار ده. فالقرار بتاعك ان انت تبدأ قصة جديدة في تطوير نفسك، في اكتساب عادة، في اكتساب مهارة. يا ترى انت عايز تطور من نفسك ولا ناوي تفضل في نفس المكان اللي انت فيه؟ يا رب الكلام يكون ألهمكم. اكتبولي في الكومنتات لو انت بالفعل اشتغلت على مهارة قبل كده، النقط اللي انا قلتها لو حابب ترجع تسمعها تاني هتفيدك. راجع كده كل نقطة، اعمل لها اسقاط على نفسك وشاركوني في الكومنتات شفت النقط دي ازاي، شفت الافكار ازاي. حد عايز اي مساعدة اكتبولي برضو في الكومنتات، هرد عليكم وشارككم افكار تانية ان شاء الله في لايفات جاية تانية. وتصبحوا على كل خير. Thank you.